نحن كنا دائما من أهل الحوار، ونعتبر بأن الحوار هو السبيل الأنجع للخروج من الأزمة السياسية. والمطلب بتاعنا هو أن أرضية عين بنيان تأخذ بعين الاعتبار من هذه الهيئة، والشيء اللي أعطانا بالنسبة لسي كريم يونس المجموعة أعطانا اطمئنان بأن هذه الأرضية هي الأرضية الحقيقية والأرضية الصلبة التي ينطلق منها الحوار الوطني. أولا فيما يخص إجراءات التهدية، هذا المطلب تاعنا كان أولا المطلب في البداية. المطلب الأول هو رحيل حكومة بدوي، والمطلب الثاني هو إطلاق سراح كل السجناء الحراك، والمطلب الثالث هو فتح مجال الإعلام للطبقة السياسية، وأن نبقى نتساءل دائما كيف ممكن أن نلقى الحلول من هذه الأزمة والأبواب مغلوقة علينا خاصة فيما يخص وسائل الإعلام. هذه هما النقطة الثلاثة، ونحن متمسكون بهذه النقطة.